شاء الله تبارك الله. شوف شوف الامطار اللي جايه، شوف شوف الامطار اللي جايه. باذن الله دقائق وتختفي كل هذه المواقع تحت سفحة الامطار الغزيره. طبعا قريه القايم في محافظه ضمد، لا اله الا الله، سبحان من سبح الرعد بحمده والملائكه من خيفته. طبعا تختلف، اوه طر، لا اله الا الله، دام هالمطر، لا اله الا الله. قرية القايم في محافظة ضمد الآن. طبعا اليوم 10 ربيع أول 1444. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يطرح في هذه الأمطار الخير والبركة. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. لا إله إلا الله، أمطار غزيرة مصحوبة بحبات البرد الآن. قرية القايم محافظة ضمد 10 ربيع أول 1444، ما شاء الله تبارك الله. ما شاء الله تبارك الله، أمطار بردية، أمطار مصحوبة بحبات البرد في هذه الأثناء على قرية القايم بمحافظة ضمد في منطقة جازان الآن. ما شاء الله تبارك الله، ما شاء الله تبارك الله. اللهم صيبا نافعا يا رب، اللهم صيبا نافعا يا رب. اليوم الخميس 10 ربيع أول 1444.
ما شاء الله تبارك الله، أمطار قرية القايم بمحافظة ضمد الآن.